الدقيق الكامل في هاد لاماك هنا البنات 5 كيلو 5 كيلو هذا راه صحي هاد الدقيق هذا البنات ولقيته في هاد لاماك هنا صراحه اول مره غادي نلقاه في هاد لاماك وديري ليه موان 20% ناقص 20% كيبقى لكم غير 9 أورو و48 راه بداو لي برومو هنايا في كارفور البنات فيها لا بروموسيون هاد لا سومول هادي ديال المقروطه البنات لا مارك رونا كما كتشوفوا معايا لا مارك رونا ديري ليها سوغ لو دوزيام برودوي موان 60% هانتوما البنات في هاد لا مارك رونا هادي راه لا سومول ديال المقروط ثم البنات داروا لها غير 85 سنتيم راه بداو لي برومو هنايا في كارفور داير لها ثمن اللي هو رخيص هذه الورقه ديال البريوات وديال هكا ديال البسطيله في دو بريك العطريه كامله البنات لي زيبيس ديري ليهم اورو 25 انغو 25 لا مارك ساميه. السلام عليكم الاخوات كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه مرحبا بكم معايا فيديو جديد وميزات جداد اليوم البنات جينا الكارفور ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم لا بروموسيون اللي داروا واخيرا راح حطوا لا بروموسيون البنات ديال رمضان وبواحد الاثمنه مناسبه غير تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا هاد التخفيضات اللي داروا هنايا في كارفور. اول حاجه الاخوات بغيت ندير لكم بها هو هاد الدقيق الكامل وهاد الدقيق الكامل البنات واخا كنلقاه ما تلقاش في هاد لاماك غونغ راه هو جابوه في هاد لاماك غونغ زوين وديري ليه لا بروموسيون موان 20% البنات راه صحي هاد الدقيق هذا واعر كنت كناخذو دائما من الاش ماركت وما بقيتش لقيتو هذا لا سومول كومبليت عرفتوا البنات راه زوين وصحي الخبز ديالو كيجي كحل نوار كما قلت لكم صحي واليوم لقيتو في هاد لاماك غونغ لاماك غزاله وراكم عارفين غونغ راه لاماك معروفه دونك الثمن ديالو كان 11 أورو 85 ديري ليه موان 20% غادي يبقى غير 9 أورو و48 البنات راه فيه 5 كيلو فيه 5 كيلو فريمون راه الثمن ديالو رخيص هنايا ديري الكسكس الاخوات هو ديري ليه موان 20% هذا ديال زكيه حتى هو راه زوين دونك الثمن ديالو البنات ديري ليه كان 13 أورو 99 رجعوا 11 أورو و19 ديري ليه موان 20% ناقص 20% بلا تخفيضات ديال المعقول دايرين هنايا في كارفور يلا حطوها راه كنت درت لكم لا فيديو وما كانش هاد لا بروموسيون هنايا البنات جايبين هاد لا سومول هادي ديال يمكن ديال المقروط هذا هو اللي كيتخدم به المقروط يمكن انا ما كنخدمش الحلويات ولكن على ما اظن هو هذا دونك البنات دير لي 2.62 سور لو دوزيام برودوي موان 60% يعني كيبقى لكم غير 1.05 هذا شفتوا البنات سميد القمح الصلب النوعيه الممتازه هذا الرقيق شفتوا الاخوات هذا الرقيق وكاين هذا مو هذا كسكس مو هذا كسكس الاخوات دير لي 2 أورو و58 هذا تا هو دير لي لا بروموسيون ولكن ما عرفتش اغلبيه كلشي دير ليه لا بروموسيون الاخوات دونك كاين عاوتاني الزيت البنات دير ليه 3 لتر 3 إترو 9 أورو و99 دير ليه 3 إترو هذا شفتوا وهنايا كاين هذا الخبز ديال الطقطيه هذا راه البنات حلال وانا نوريكم شفتوا معايا ديال لاماك ساميه حلال هذا فيه 8 ويت الثمن ديالو 2 أورو و26 فيه ويت البنات ديال لاماك ساميه راكم عارفين لاماك ساميه كاين هذا الصغير دونك هذا الفورمه الصغيره وكاين الفورمه الكبيره البنات اللي غادي يسولوني على هذا كارفور هذا ديال فرنسا هذا اللي جيت ليه اليوم البنات ديال السونتر كوميرسيال ديال فيليبين هو اللي جيت ليه اليوم فرنسا هذا واحد باريس مون تقريبا هاد لا بروموسيون راه كاينه في فرنسا كامله الاخوات في جميع لي ماكازا ديال كارفور كاين هذا الخبز ديال الطقطيه تا هو فيه 8 هذا كبير لا مارك ثانيه دونك الثمن ديالو البنات دير لي 3.59 فوالا 3 أورو و59 ندورو هنايا جايبين هنايا لي بونبون حلال اللي بغيتو لوليداتكم راه حلال البنات هادو ما تخافوش فيهم ما تخافوش منهم راه ما فيهم لا جيلاتين لا حتى شي حاجه دونك 2 أورو 05 باردون هادي ديال بانان وكاين هادي فيها مخلط ميلونج 5 أورو 39 هادي البنات فيها شحال فيها 1 كيلو فيها كيلو 5 أورو 39 يعني كتعرفوا واش تاخذوا لوليداتكم هنايا يدير لكم لو دوزيام برودوي موان 60% يعني كيبقى لكم 82 سنتيم يعني الاول 2 أورو 5 والثاني كيبقى 82 سنتيم وهنايا لي زيبيس دايره لكم موان 10% ناقص 10% غوميز ايميديات غوميز ايميديات البنات كاين القرفه كاين القرنفل كما كتشوفوا معايا الكركم لا هذا الايبيس ديال الكسكس هذا لي زيبيس ديال الكسكس البنات دايري لهم 3 أورو 37 نو 3 أورو 37 غير القرنفل الاخوات القرنفل هو اللي دير لي 3 أورو
وهنا القرفة دي لها أورو أو 25 فيها 100 غرام، وهنا هاد كل حاجة وثمن دي بون دي لهم أغلبية غير أورو شي حاجة، يعني ماشي ماشي الثمن ديالهم غالي. هنا البنات سكين جبير ديالي ليه أورو 15 أنغو 15 اللي هو فيه 100 غرام فوالا، دايرين كما كتشوفوا معايا دايرين بزاف ديال لي بروموسيون. وهنا البنات دايرين لا بروموسيون كما كتشوفوا اللوبيا راه دايرين ليها بون مكتبه ليها ما بقاتش هنايا 2.42 اوريو دو 2.69. الحمص بواشيش دايرين لي 3 اورو و10، هذه الحبه الكبيره البنات كتكون غاليه باش نقول لكم. هاد العدس دايرين ليه 2.69 اورو. لا مارك ساميه هادو كلهم لا مارك ساميه كيكونوا غاليين الاخوات، يعني لا مارك ساميه راكم عارفين الثمن ديالهم تيكون غالي. هنايا الاخوات ديري المزهر لا مارك ساميه ديري ليه لو برومي برودوي ديري ليه 1.55 اورو، لو دوزيام موا يعني موا 68% يعني ناقص 68% كيبقى غير 50 سنتيم. هذا البنات لا مارك ساميه عرفتوا المزهر لا مارك ساميه راه كيكون احسن من الاخر يعني عادي فهمتوا، لا مارك ساميه كتكون دائما غاليه. المورد الاخوات فيه السيترو اورو 55، الزريعه اللي بغات تونس هكا بالزريعه ها ديري ليها فيها شحال فيها 450 غرام ديري ليها 2.75 اورو. هذه زوينه كتكون مخيره هذه البنات. اللوبيا اللي ما لقيتش قبيله ليه ها هي دايرينها هنايا لا مارك ساميه داير لها 2.69 اورو. هنا لي صوص ثاني ناقصين فيهم من الاخوات، وهنايا دايرين ثاني لا بروموسيون كما كتشوفوا بالنسبه لهنايا هاد الخميره ديال الخبز البنات دايره ليها سوغ لو دوزيام برودوي 3.37 اورو والاول 6.75 اورو، هذه كبيره كتكون كبيره. اتاي دايره ليه لو برومي برودوي دايره ليه 6.85 اورو، لو دوزيام دايره ليه موان 50% ناقص 50% فيها 500 غرام فيها نص كيلو الاخوات، وكاين هذا حتى هو دايره ليه موان 50% سوغ لو دوزيام. هنايا دايرين هذا اللوز هذا ايفيلي دايري لي 7.15 اورو، وهذا اللوز هذا دايري ليها البنات 5.55 اورو. راكم عارفين اللوز وكل شيء اي حاجه راه فيها لي مارك كاين فيهم لي مارك فهمتوا، هذا الشيء باش نقول لكم. هذا راه دايري ليه 450 غرام فيه 5.55 اورو. هنايا الاخوات نحيد هذا الشغيو ونكمل معاكم هنايا. دونك الشعريه داري دايري ليها الاخوات 1.99 اورو فيها 500 غرام نص كيلو. كاينه هاد السلطه مشويه هادي دايره 3.95 اورو لا مارك ساميه، هادشي كامل لا مارك ساميه البنات. الصفا داري دايره ليها 1.99 اورو فيها 500 غرام 500 غرام. كاين هاد بواشيش هذا الحمص كيكون مرقد ديال ساميه دايره ليه دو غوميز ايميديات 34% موان 34% دايره ليه 96 سنتيم. وكاين الزيتون البنات لا مارك تا هو ساميه دايره ليه 2.15 اورو اوليو دو 2.87، هذا لا مارك ساميه. وهنا الاخوات دايرين الورقه ديال البريوات اللي في دو بريك دونك دايرين ليها 85 سنتيم دايرين ليها البنات لا بروموسيون، ماشي هذا هو الثمن ديالها. دونك اليوم دايرين ليها غير 85 سنتيم ديال البريوات، هذه هي المخيره البنات تخدمي بها السيكار تخدمي بها البريوات تخدمي بها البسطيله كلشي زوينه. هاد لا مارك هادي غزاله. وكاينه هذه الحاره اللي كتبغي هذا الموديل هذا الحار هذا 95 سنتيم البنات فيها 10، بعدا ما قلتش لكم هذه حتى هي راه فيها 10 فيها 10 عطون تاكد لكم الاخوات وي فيها دي في دو بريك فيها 10 ديال لي في دو بريك وحتى هذه فيها 10. هنايا كاينين لي صوص ديال صوص الجيريان كاين لي صوص بلونش كاين هاد لي صوص كاملين داير لهم البنات 2.14 اورو هما 2.14 اورو صوص الجيريان وكاملين هذا هو الثمن ديالهم. كاين عاوتاني هاد الخبز ديال التغطيه ديال 3.95 اورو فيه حتى هو فيه 6 فيه 6. كاين العسل البنات هاد اليوميان دايرين ليها 32 اورو فيها 6 فيها 6 دير لكم دو برودوي اوفير جوج ديال سميتو اوفير ودير لكم ربعه تخلصوهم فيها 6 هادي وكل وحده غادي نقول لكم شحال فيها. كل وحده البنات فيها 2 كيلو غنقول لكم نتاكد نو البنات فيها غير 1 كيلو ها هي كتشوفوا معايا هنايا ها هي نقرب لكم فيها كيلو بحال هادو 6 كيلو. هاد العسل هذا زوين البنات هذا العسل عرفتو غزال كنت سبق ليا وخديته كيدير الثمن يعني داير لكم جوج اوفير. كاينه هاد الحلوه ديال الشوك البنات زوينه صراحه غزاله خليت هذيك النهار منها ديال بيستاج زوينه 3.49 اورو 3.49 هادي البنات. كي
كاينين بزاف ديال النكهات، يعني النكهه اللي بغيتو. وانا البنات لقيت هذا الحليب المركز نيسلي، دونك الثمن ديالو البنات هادو تاخذوا 2 بلس 1 اوفر، يعني كيبقاو لي 3 8 أورو و70، يعني 8.60 لي 3 بحال هادو. فيهم نقول لكم شحال فيهم البنات، فيهم 1 كيلو، فيهم كيلو هاد نيسلي هذا البنات راه زوين. شتو الحليب المركز هو هذا البنات، ها هو داير ليه لا بروموسيون. وهنا لقيت السكر كلاصي حتى هو داير ليه لا بروموسيون، ها هو البنات داير سوغ لو دوزيام برودوي، كيبقى لكم غير أورو 22، والاول كتخلصوه بجوج أورو و85. فيها 1 كيلو، فيها كيلو البنات، هذه فيها كيلو السكر كلاصي هو حاطينه حتى هو. كاين هذا الروز هذا ديري ليه 5 كيلو البنات 10 أورو و41، فيه 5 كيلو هذا النوع هذا. كاين صراحه كاين اللي كتبغي تخدم بهذا النوع هذا، زوينه الحبه ديالو غزاله البنات، وكيبقى لكم كما قلت لكم 5 كيلو اللي هو الثمن ديالو 10 أورو و41. هنا بغيت نبارطاجي معكم الحليب البنات، راه كانوا دايرين ليه الثمن غالي، دونك عاد بداو كيرخصوه شويه، بعدا كاين دايرين لا بروموسيون كما كتشوفوا. هذا دايرين ليه البنات هانتوما 8 10 نو 10، انا نقرب لكم الاخوات شوفوا 11 أورو و76، ولو دوزيام كيبقى لكم 7.06، يعني فيها 10، فيها 10 لتر، يعني 10 لتر. هادي نو ماشي هادي البنات، انا نقول لكم هادي اللي فيها 10 هي اللي كتبقى لكم داك الثمن. وكاين هذا بيو كيبقى غير 8 أورو و64 اوليو دو 11.50 52. هذا البنات هذا فيه 8 لتر، فيه 8 لتر. وكاين هذا راه ما دايرينش ليه لا بروموسيون، شفتوا معايا هذا البنات واخا ما دايرينش ليه لا بروموسيون، راه فيه شوفوا معايا راه يمكن نقدر يكون فيه لا بروموسيون، دايرين 12 لتر، راه فيها 12 هادي شفتوا معايا، فيها 12 فيها 12 وحده اللي هو الثمن ديالها 12 اورو، بحال تقام لكم انغول ليتر اورو ليتر. فرونشمون راه مزيان، يعني رخيص الثمن ديالو هذا راه مزيان البنات اللي بغيتو تاخذو، راه فيه 12 لتر. فهمتوا البنات بانت ليا هاد لابوش هادي ديال هذا ديال لاكريم، بانت ليا رخيصه كنت نبارطاجي معكم أورو 19 انغو 19. شو كاين هاد المقيلات هادو، كاين هادو فيها 4 فيها 4 بياس، وي فريمون راه رخيصه البنات. شوف فيها مقاتل الدفران، فيها هادشي كامل 99 سنتيم، فيها 4 بياس البنات. شو هادي فيها 4 هكا اللي هو الثمن ديالها 99 سنتيم. من الماكله دوزتكم هنايا بومبان ليا هادشي، قلت نبارطاجي معكم. يلا الاخوات نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على اختكم اسماء بلي لايك مع فيديو قادم، والسلام عليكم.